الصدر الظاهر لو أشار بسبابته للشمس قال إن هذه شمسة، أن الأخوان من القوم لا يرتضون ذلك، سيقول لا والله إنها قمرة. خل أقول للعراقيين إن الصدر هذا اللي يحظى برفض لكل حركاته ولكل أفعاله، وإن كانت أفعال إلهية وإن كانت أفعال وطنية كما حصل في الانسحاب من الليلة البائسة في الخضراء، لن يرضى عليه القوم. لماذا؟ لأنه رجل، طبعا ما أقصد عم نجاح كل احترام، لأنه ولا تقاطعنا على هاي ما أقبل، لأنه رجل لا آت الخمس، لا للتدخل الخارجي، لا للطائفية، لا للقومية، لا للتقسيم، لا للمحاصصة. الخمس لا آت هاي عندها دول وجهات وشخوص، وهم حاج حاشا عمي، عندها دول وجهات وشخوص تملك المال السياسي لإسقاط رافض اللاءات، وإذا نطق المال سكت الحق. وهاي الحروب من الخمس لاءات ومعسكراتها وفضائياتها وبيتاتها على الصدر أن يقف بمفرده يتصدى له. الصدر إذا دخل العمل السياسي كان الصدر يريد أن يحظى بحكومة لوحده ويستأثر بالمغانم. أكمل لحظة جزئية. الصدر أيها العراقيين، للعراقيين أتكلم، الصدر إذا انسحب صار بائسا تارك العراقيين تحت نيران الفساد. الصدر إذا تم صار تارك الحركة الإنسانية. الصدر إذا يتحمل في يتحمل المسؤولية الأخلاقية، يتحمل المسؤولية الأخلاقية أزاء ما يحصل للعراق وللعراقيين بعد انسحابه. انسحابه ما يبرر الصدر يتحمل حتى خروج آدم من الجنة هسه ارتاحيته؟ لا لا لا، يتحمل حتى خروج سيدنا آدم من الجنة هسه ترتاحون؟ مو هيك عزيزي، مو هيك قلبي. شنو بصمة الدم؟ شنو غير دستوري؟ شنو وثيقة عبودية؟